السؤال ديالي اللي بغينا نقولوا الكيفيه ديال التعامل مع الوضعيه. الان الناس يعني ربما ترولات شي شويه الماكله ديالهم، واحد المصطلح اللي اصبح كيتكرر عند المغاربه، اجنبي طابو عليا، كان فيق نعس وكان مشي ناكل باش نعاود نرجع نعس. هاد الثقافه اللي نفسيا بدات كتنمى عندنا نفسيا نوعا ما في هذه الوضعيه اللي حنا فيها، وكنربطوا حياتنا اليوميه صباحا مساء بالنوم. كيفاش يمكن يكون التاثير ديالها على صحه النوم ديالنا اللي هي اساسيه واللي المفروض تكون؟ الوغ قلنا بان انه الدور ديال المكنه البيولوجيه هي باش تعطينا واحد الايقاعه فيزيولوجي البيولوجيه لجميع الحالات الفيزيولوجيات، هذه فهمناها، هي اللي غادي تعطينا داك لو ريتم داكوغ. ولكن هاد المكنه هادي بيولوجيه براسها الي سو لو كونترول دو لا لوميير دو جور اي دو لوبسكوريتي دو لا نوي. هكا ربي دارها، دارها باش ملي غادي ينوض ملي يطلع النهار داك الضو غادي يدخلنا على قلب عينينا على داكشي خصنا نفيقو، وهو تيعطي الامر، داك الضو تيعطي الامر للمكنه البيولوجيه ديالنا باش تفيق، باش تنتج واحد الماده لاكورتيزول اللي تنتحركوا بها وتنقوموا بها وتنشتغلوا بها هي اللي تسمح لنا باش نتحركوا داك النهار كامل. ومني تيجي الليل وتتكون لوبسكوريتي وتيطيح الظلم، هذيك لوغلوج عاوتاني تيجينا تبيننا اترافير نوتر نو زيو، تتبين بان انه صافي راه طاح الظلم. دونك هذيك لوغلوج بيولوجيك تتاخذ داك لو ميساج وتتيفطو للذات وتتقول دابا صافي راه طاح الظلم، الوقيته هادي باش نعسو. دابا الله سبحانه وتعالى هكا دار لنا هذيك لوغلوج بيولوجيك، هكا دارها لنا. ملي تيطيح الظلم اش تقول هذيك لوغلوج بيولوجيك؟ تتقول هذيك لا ميلاتونين اللي النهار كله هي تتنتج مع الشعه ديال الضوء، ولا ميلاتونين تنعرفوها هي الهرمون ديال النوم، تتقول لها وتتجمع، هي تتنتج وتجمع النهار كامل مع الشعه ومع الضوء. تتقول لها دابا جا الليل طاح الظلم، ودابا يمكن لك دوز في الذات ودوز في الدم ودوز في الذات، ويمكن لك توصل هذا الانسان هذا للنعاس. شنو تيوقع لنا ملي تنكونوا مثلا الضو مشعول، ولا شادين البورتابل في يدينا، ولا شادين لا طابليت ولا لا تيليفزيون، تتكون واحد الضو اون لوميير بلو اللي الترومب لوغلوج بيولوجيك، بحال اللي تتقول لها راه باقي النهار، مازال وقت النعاس، دونك باقي ما غاديش نستعملوا داك لا ميلاتونين، مازال ما غاديش نستعملوها، باقي ما غاديش نطلقوها للذات، دونك النعاس ما تيجيش. على هادشي الانسان الا بقى شاد البورتابل ديالو، بقى شاد واما لا تابليت واما قبلت التلفزيون ولا شي حاجه، راه ما غاديش يجيه النعاس. هذا هو الدور ديال لوغلوج بيولوجيك. مع الاسف مع الاسف مع الاسف هادشي كانوا عايشينو زمان، باسكو هذا هو لو ريتم اللي كان عندهم، لو سول ريتم اللي كان عندهم سيتي لو ريتم بيولوجيك. مع التطور مع الديفلوبمون وداكشي رجع ان اوتر ريتم اللي هو لو ريتم سوسيال. هاد لو ريتم سوسيال قاومنا اليوم، قاومنا باش نعسو بكري باسكو عارفين راسنا خصنا نوضو بكري، الدراري تينعسو بكري باسكو عارفين المدرسه راهم دوك تبعهم، هذا هو لو ريتم سوسيال. دابا اللي ما بقاش لو ريتم سوسيال وبقاو جالسين في الدار، ما 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 داروش، ما احترموش داك لو ريتم بيولوجيك، رجعوا بيان سور تيبقاو لي بورتابل مطلقين حتى لشمن ساعه، لي لي التلفزيون تبقى تابعينها حتى لشمن ساعه، هادشي كله تيأثر على داك المكنه البيولوجيه وما تيخليناش نعس. و بيان سور الى المكنه البيولوجيه الا ايتي الى ما خداتش الوقت ديالها وفي الوقت اللي خاصها هي، ولا بدات بزاف ديال الامراض تيمكن لهم يبانوا.